مساء عامر بالمحبة لكم مشاهدينا جميعا، نتواصل معكم في المحطة الثانية من حلقة الليلة، وحديث هذه المحطة متمثل في آلية اعتماد المؤهلات الدراسية الجامعية وكيفية التعامل مع الوهمية منها من خلال توضيح دور دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف، وهي الجهة المختصة في السلطنة للتعامل مع الشهادات أو معادلة الشهادات الصادرة من خارج السلطنة من دول العالم المختلفة. نقربكم إن شاء الله من هذا الحديث برفقة الأستاذ النصر بن ناصر الرقيشي، مساعد مدير دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي. مساء الخير أستاذ النصر، وحياكم الله في برنامج من عمان. مساء الخير أستاذ بيان، وشكرا على الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء على دور دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي في هذا الجانب، في معادلة الشهادات والاعتراف بالمؤسسات التعليمية خارج السلطنة. ممتاز، احنا راح نبدأ بالآلية اللي ينتهجها اليوم الدائرة في معادلة الشهادات. نعم. بشكل عام حقيقة يقوم دور دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي في شقين يكمل بعضهما الآخر. الشق الأول يقوم بمسمى الاعتراف بالمؤسسات التعليمية، ويقصد بها الاعتراف بمؤسسات التعليمية الجامعات والكليات وأي مؤسسة تعليمية خارج السلطنة، وهناك آليات وأسس ومعايير يتم النظر فيها في اعتماد تلك أو الاعتراف بتلك المؤسسات وإدراجها في قائمة الجامعات الموصى بها في موقع الوزارة الإلكتروني. الشق الآخر يتمثل في معادلة الشهادات، وهي معادلة المؤهلات الصادرة من تلك المؤسسات التعليمية. مؤسسات تعليمية تطرح مختلف المؤهلات، نحن في دائرة المعادلة ننظر في المؤهلات الأكاديمية، ويقصد بها شهادات ما بعد الدبلوم التعليم العام، وتندرج فيها شهادة الدبلوم والبكالوريوس، دبلوم الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه. نعم. تقوم الدائرة في إطار العمل المناط بها بمعادلة الشهادات على ضوء الإطار الوطني للمؤهلات لسلطنة عمان، الذي قامت بعمله الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، والذي حدد شروط لكل مؤهل دراسي ما يوازيه من عدد الساعات والنقاط والمتطلبات التي يجب إنجازها من الطالب للحصول على هذا المؤهل. الدائرة تقوم بمقارنة أو تقوم بالنظر في المؤهل الدراسي بعد التأكد من أن المؤهل صادر من مؤسسة تعليمية موصى بالدراسة بها، ونقصد بالموصى بها بأن الجامعة توافرت فيها جميع أسس الاعتراف التي تشترطها الوزارة معنا في الاعتراف بهذه تلك المؤسسة، من جودة ومن اعتراف بالجهات المختصة بها ومن البرامج الدراسية المطروحة بها. بعد التأكد من أن المؤهل صادر من تلك المؤسسة التعليمية المعترف بها، يتم التأكد من صحة صدور المؤهل الدراسي. نعم. وهنا تقوم الدائرة بالتعاون مع الملحقيات الثقافية في خارج السلطنة، وأيضا عبر وزارة الخارجية الموقرة وسفارات السلطنة المختلفة، للتواصل مع الجهات الإشرافية بالتعليم العالي أو مع المؤسسات مباشرة للتأكد من صحة صدور هذا المؤهل الدراسي لصاحب الطلب المعادلة. نعم. بعد أن يتم التأكد من تلك المعايير، من الاعتماد المؤسسة ومن الاعتراف ومن صحة صدور المؤهل، يتم النظر في النظام الدراسي الذي اتبع في دراسة المؤهل، إذا كان من الأنظمة التي تعتمدها الوزارة أو من غير الأنظمة غير المعتمدة، وبعدها يصدر القرار في معادلة المؤهل أم لا. إذا كان هناك معادلة المؤهل، فتصدر شهادة المعادلة من الدائرة للمؤهل لصاحب الطلب. أما إذا كان المؤهل لا يتم معادلته، فيتم إحالته بمذكرة عرض إلى اللجنة المختصة. هناك لجنة تسمى لجنة الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير العمانية. نعم. ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، هي لجنة تتشكل من يعني تتمثل من أعضاء من خارج الوزارة ومن داخل الوزارة، تنظر في انطباق وشروط المعايير على المعادلة، ومن ثم يصدر قرار المعادلة من عدمه لهذا المؤهل. نعم. فهذا
مجمل عام هو الدور الذي تقوم به دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم الحالي. ممتاز. في الآونة الأخيرة يعني كانت هناك رسائل كثيرة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تزوير بعض الشهادات الأكاديمية. الوزارة اليوم كيف تعاملت مع هذه الرسائل؟ حقيقة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي وما أثير حول وجود بعض أصحاب المؤهلات الصادرة من جامعات وهمية أو أنها من بعض المؤسسات أو أنها غير صحيحة تابعت باهتمام بالغ الوزارة وعلى أعلى المستويات من جميع أعلى المسؤولين في الوزارة هذا الخبر متابعة دقيقة وما تم فيه من تفاعل على مستوى المجتمع. طبعا نحن يعني نؤكد على أن التفاعل كان تفاعل إيجابي لأن الجميع ينظر إلى المصلحة العليا. صحيح. والجميع ينظر إلى مصلحة الوطن وأنه محاربة ومكافحة مثل هذه المؤهلات ومنعها من التداول في السلطنة. صحيح. فقامت بدور الوزارة في هذا الجانب بالمتابعة وتم اتخاذ بعض الإجراءات لتتبع والتأكد من أصحاب تلك المؤهلات إذا ما كانت تقدموا بطلبات لدينا في الدائرة. نعم. من قاعدة البيانات وإذا كان لم يتم التأكد سيتم اتخاذ الإجراءات بالتواصل مع تلك الجهات لطلب موافاتنا وتقديم طلبات للوزارة ومن ثم اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. نعم. في الجانب الآخر احنا نوضح انه هي فئة وهي قضية عالمية. صحيح. على مستوى العالم تعاني جميع الدول ومن ضمنها السلطنة بوجود مؤسسات وهمية تقوم ببيع شهادات لمن يطلبها. نعم. للأسف أنه في بعض الأشخاص يبحثوا عن تتويج خبراتهم أو تتويج ترقياتهم في العمل طريق السهل أو طريق السهل للحصول على مؤهل بدون دراسة. نعم. والحصول على تلك المؤهلات بالمبالغ. نعم. المالية يعني بشكل عام عندما يتم الكشف عن تزوير شهادة معينة عن يعني إدراج شهادة أو نقول تكون شهادة تابعة لجامعة وهمية كيف تتبع الوزارة؟ ما هي الإجراءات المتبعة بالنسبة للوزارة؟ هو عودا على بدء مثل ما ذكرنا نحن في الدائرة كفريق عمل في الدائرة عند تقديم طلب معادلة والوزارة سهلت طلبات المعادلة لطالبيها كون أنه عدد كبير من العمانيين وغير العمانيين يدرسون خارج السلطنة في جامعات مختلفة فتم تطوير نظام إلكتروني في الوزارة لتسهيل طلب المعادلة يستطيع من خلاله أي طالب معادلة أو أي حاصل على شهادة من خارج السلطنة بتقديم طلبه عبر موقع الوزارة الإلكتروني لطلب المعادلة. نعم. ممكن يقدم الطلب من أي جهة بالعالم ويرفق الشهادات الحاصل عليها. نحن نقوم بدورنا بعد استلام الطلب بإحالته إلكترونيا إلى الدولة للتأكد من صحة صدوره إلى الملحقية الثقافية في تلك الدولة أو عبر وزارة الخارجية في حال لم تكن هناك ملحقية ثقافية. نعم. بعد التأكد من صحة المؤهل وأيضا التأكد من وضع المؤسسة التعليمية اللي صدر منها المؤهل. ممتاز. يتم اتخاذ الإجراءات في حالة الجامعات الوهمية طبعا بيكون الخطوة الأولى هي البحث عن المؤسسة اللي صدر منها المؤهل هذا الدراسي ماهية هذه المؤسسة لأنه إحنا أيضا نحب نوضح أنه هناك فرق بين مؤسسة وهمية وبين مؤسسة غير موصى بالدراسة بها عندنا. نعم. في الوزارة. صحيح. المؤسسة التعليمية غير الموصى بها من الوزارة هي مؤسسة تعليمية حقيقية ولكنها لم تحقق معايير الاعتراف بها. أما المؤسسة الوهمية فهي عبارة عن مؤسسة تجارية وتتواجد على مواقع الإنترنت أو هي مؤسسة تبحث عن الربح فلا يكون لها تواجد أو في حال أنها أوجدت لها كيان صغير حتى توهم الأشخاص بأنها موجودة ففي الغالب لا تكون معتمدة من الدول اللي موجودة فيها. نعم. من جهات الاعتراف فيها. نعم. يعني هذه النقطة هي الأساس اللي توضح لنا أنه هذه الجامعة هل هي حقيقية. نعم. وبمعنى غير موصى بها أم هي جامعة وهمية لا وجود لها إلا على أرض الواقع.
وللأسف مع تطور التعليم وتطور التكنولوجيا وتطور العالم الحديث تعددت الأساليب وأصبحت بعض الأساليب الاحتيالية من تلك المؤسسات بأنها تنتحل أسماء جامعات عريقة حقيقية، ولكن يتم تغيير حرف فقط بسيط في اسم الجامعة بسيط، نعم، أو في الشعار. يعني أستاذ النصر، مع الأسف أنه بعض المؤسسات سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص وقعت في فخ هذه الشهادات، نعم، الوهمية، رغم وجود دائرة في السلطنة مختصة، نعم، بالمعادلة والاعتراف. برأيك ما هي الأسباب؟ كيف تقرأ الأسباب هنا؟ هو للأسف يعني أن يعتلي موظف إلى مكانة لا يستحقها، نعم، اعتمادا على شهادة معينة على مزورة، هنا يعني مسؤولية تقع على عاتق من؟ هنا أمانة هي المسؤولية، نكون شفافين فيها، المسؤولية تقع على عاتق الجميع، لأن جهة واحدة لا تقدر على أنها تضبط العملية، فالجهد والعمل مشترك ما بين جميع الجهات، تكاتف جميع الجهات في محاربة مثل هذه الآفة راح يحمي البلد ويحمي السلطنة من هذه الآفة. نحن في قناعتنا أنه للأسف بعض المؤسسات والبعض منها وليس الكثير تنظر إلى حاجتها للموظفين في بعض الوظائف المهمة أو الوظائف في تلك المؤسسات، ولا تعود أو لا تقدم طلبات معادلة أصحاب هذه المؤهلات لوزارة التعليم العالي وممثلة بإدارة المعادلة، خوفا أو قناع أو نقول أنه بعض المؤسسات تنظر أن الإجراءات المعقدة والتأخير في إجراءات المعادلة المؤهلات قد يفوت عليهم فرصة التوظيف هذا الأشخاص أو في حاجة العمل الماسة لهم، نعم. فإحنا من هنا نناشد وننوه للجميع، الجهات الحكومية أو الخاصة في السلطنة، أنه دائرة المعادلة هي تقوم بدور للجميع، هو دور، نعم، وطني. معادلة المؤهل هو حماية لصاحب العلاقة، هو حماية للجهة التوظيفية، هو، نعم، حماية للبلد. يعني بعد ظهور أستاذ النصر، بعد ظهور هذه المشكلات وهذه الرسائل المتداورة، هل نحتاج فعلا إلى إلزام حقيقي من قبل جميع المؤسسات على ضرورة أيضا معادلة هذه الشهادات، نعم، في الدائرة تبعكم؟ نعم، نحن تكاتف الجميع معنا، ونناشد من هذا المكان جميع الجهات أنها تتواصل معنا لمعادلة المؤهلات للأشخاص أو موظفيها الحاصلين عليها من خارج السلطنة. نعم. دائرة المعادلة تقوم بدورها بجهدها في إنهاء هذه الطلبات في أسرع وقت ممكن. بعض الإشكاليات التي تنظرها المؤسسات أنه هناك تأخير، نكون واضحين فيها، لا يكون هناك تأخير في إجراءات المعادلة إلا فقط الإجراء الأساس الذي يتم فيه التأخير هو التأكد من صحة المؤهل، وتأكد بما أننا احنا نتكلم عن مؤسسات كثيرة على مستوى العالم ونتكلم، نعم، عن دول كثيرة على مستوى العالم، فالتواصل مع تلك المؤسسات يتطلب بعض الوقت يحتاج إلى وقت، نعم، ولكن الهدف لكم للجميع. بارك الله جهودكم، شكر الله سعيكم، شكرا لكم على وجودكم اليوم لتوضيح هذه المعلومات. النصر بن ناصر الرقيشي، مدير معادلة المؤهلات والاعتراف، أو نقول مساعد مدير دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي. شكرا أستاذ النصر، جزاكم الله خير، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة، ونتمنى أن وضحنا الأمور للمجتمع، وأن جهود الوزارة هي مع جهود المجتمع مع جهود جميع الجهات لمحاربة مثل هذه. الله يخليك، مسؤولية دائما مشتركة في مثل هذه المواضيع. مشاهدينا، بعد الفاصل ترقبوا محطة أخرى، ابقوا معنا.